قناة جنة تي في تقدم لكم. اعبد الله كأنك ترى، هذه درجة الإحسان وهي أعظم درجات الدين. اعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنه يراك. واعدد نفسك في الموت، والمعنى أن الإنسان دائما يتذكر الموت. اعدد نفسك في الموت، ولو قيل لك أن غدا ستموت ستجتهد في العبادة والطاعة. ولذلك ورد في الحديث صلي صلاة مودع، هذا الحديث من حيث الحكم على إسناده محل كلام عند أهل العلم. هناك لفظة، هناك جملة في الحديث صحيحة، والمقصود بأن الإنسان يصلي صلاة مودع ويعد نفسه في الموتى، يعني بمعنى أنه إذا قيل لك غدا ستموت أو كذا ستجتهد في العبادة والطاعة، وستفرغ ذمتك من الحقوق التي لله والحقوق التي لعباد الله وخلق الله، وهذا شيء طبيعي. ولذلك دائما الإنسان يتذكر الموت. وبعض الناس يقول لا، أنتم إذا تقولون مثل هذا الكلام تضيقون صدورنا مثلا، وهذا غلط، هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام. وبعدين بالنسبة للذي يتذكر دائما الموت تجده أقرب إلى الله عز وجل من أي حال أخرى. لماذا؟ لأنه لا يأخذ إلا الحلال، ولا يمشي إلا في الحلال، ولا يتكلم إلا في الحلال، ولا يتصرف إلا في حلال. والإنسان إذا أخذ الأمور من حلها فهو من أسعد الناس، أسعد الناس. ولذلك أسعد الناس الذين يتذكرون الموت، أسعد الناس. لماذا؟ لأن في الغالب أنهم يبتعدون عن الحرام في الغالب. لماذا؟ لأنه يقول أنا سأموت وسأنتقل إلى الدار الآخرة. ولذلك تجد دائما يفرغ ذمته مما اشتغلت به من الحقوق، حقوق الله، حقوق خلق الله وهكذا.